مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا وعلى بركة الله تعالى إذن أعلنت هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع هنا في هذا الصباح، وانطلاقة أول أشواط الحيل وتحديات الحيل هنا في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الأول هنا مع انطلاقة الخمسة كيلومترات وتحديات أكبر الأسنان هنا في هذا التحدي، ومن خلال هذا المسار وفي ختام هنا ختام هذا التميدي الثالث في هذا التحدي، نسير وإياكم إلى الصدارة والمقدمة لنرى هنالك سيوف تنطلق في مرتبة السيوف على الصدارة والمقدمة. يقدم لنا سيوف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي ينطلق على الصدارة على المقدمة الأولى، بين ما ثاني الأسماء والملازمة الشديدة هنالك من الجانب الآخر، هنالك براقة وناصر بن جابر بن بوبح المري ينطلق مع براقة ليطلقها في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة على مقدمة الشوط، ليقدم لنا براقة في هذه اللحظات هنا ناصر بن جابر بن بوبح المري ولم يبوح بجميع الأسرار حتى هذه اللحظات مع براقة وانطلاقة براقة، بينما ثاني الأسماء وصلت في هذه اللحظات بشعار بن عميرة وصلت هنالك مع الانطلاق هنا مع تحديات هنا مبلشة، انطلقت مع محمد بن معزي بن عميرة العتيبي من ينطلق في هذه اللحظات ويندفع على ثاني الأسماء القادمة من العاصمة ومن تحديات أبناء ميدان التعاون في هذا الانطلاق، بينما ثالث الأسماء والانطلاق ليصل شعار جار الله بن هديبان المرية ينطلق مع الدرعية وتحدي الدرعية، ولكن القادمة وصلت هنالك وانطلقت هنالك ظن واندفع الظن أبناء مبلش بن سفر المرزوقي من ينطلقون مع انطلاقة ظن وتحديات ظن، بينما المستوى الخامس وانطلاقة واندفاعة وصايف حسن بن أحمد العريني من ينطلق في هذه اللحظات. نعود وإياكم إلى الصدارة والمقدمة لنرى الانطلاقة هنا والصراع من أجل الصدارة مع لوحة الثلاثة كيلومترات، وغيرت الأمور ظن وانطلقت بشعار أبناء مبلش المرزوقي من ينطلقون هنا على الصدارة والمقدمة ليقدموا لنا ظن في هذا التحدي، ومن خلال هذا المسار أول أشواط الحيل هنا من يسجل ويدون الحضور الأول في هذا الشوط المميز، ولكن بن عميرة هو القادم مع مبلشة في هذا الشوط، محمد بن معزي بن عميرة العتيبي ينطلق مع هذا اللحظات، والدرعية هي القادمة بشعار جار الله بن سعيد بن هديبان المري ينطلق مع الدرعية وتحديات الدرعية في هذا اللحظات، بينما رابعا شعار بن بوبح ناصر بن جابر بن بوبح المري، ولكن بدأت الأسماء تقترب في هذه اللحظات، ولكن لا زال العريني على المستوى الخامس ومعه وصايف ليوصف لنا هذه التحديات هنا مع الانطلاق ومع التحدي الممتاز. حسن بن أحمد العريني ينطلق مع هذا التحدي، الله بدأت الحيل بالصراع والنزاع هنا مع هذا المنعطف الأخير، لائحة 2 كيلومترات 2 كيلومتر عن نهاية وعن صراع هذا الشوط الأول أقوى أشواط الحيل هنا في هذا الصباح، ولكن بن حميرة يقدم لنا مبلشة ليبلش الجميع هنا مع الصدارة والمقدمة، محمد بن معزي بن حميرة
عليه العتيبي، ولكن وصايف وصايف يا وصايف حسن بن أحمد العريني الذي يغير ويقدم لنا وصايف هنا في هذا الانطلاق. ولكن القادمة الله يا اليامي هنا مع طموح طموح وتبحث عن الطموح الأول ماجد بن صالح اليامي يا باي الحيل يا الحيل. ولكن العديني على الصدارة الألف والخمسمية متر الأخيرة الكيلو والنصف الكيلو يا العديني ما تفصل وصايف عن هذا الشوط وعن صراع الأقوياء والأبطال وصايف. ولكن هنا اليامي يقدم لنا طموح هنا مع الانطلاق ماجد بن صالح اليامي بن عميرة يتابع الصراع مع مبلشة والقادمة الحذافة دخيل الله بو فارس القرشي وكذلك ظني القادمة ابناء مبلش بن سفر المرزوقي الابقمي. الله يا سيوف وصلت سيوف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي والقادمة هنا بشعار صبحي بن عوض المصري جمهورية نعود الى الصدارة الى المقدمة والى العديني وشعار القرشي دخيل الله بو فارس القرشي ينطلق يتسلل مع الحذافة مع الثمانمية متر الاخيرة النهائية. الله يا القرشي دخيل الله بو فارس القرشي وينطلق هنا على الصدارة على المقدمة. ولكن وصايف 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 حسن بن احمد العديني ينطلق على ثاني الاسماء هنا مع وصايف. ولكن هنا 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 الانطلاق الصراع مع دخيل الله بو فارس القرشي ومع الحذافة الحذافة مع الصدارة مع السلام اول اشواط الحيل هنا مع هذا الشعار المميز ومع ابناء الطائف ينطلقون الى السلام الى الانتصار مع الميتين متر الاخيرة النهائية. اسعد الله صباحك يا دخيل الله يا ابو فارس يا القرشي على انتزاع الحذافة لاقوى اشواط الحيل اقوى اشواط الحيل اول الاشواط مع الحذافة ومع القرشي. وسلام يا الطايف سلام على هذا الانتصار. تهانينا لدخيل الله ابو فارس القرشي على انتزاع الحذافة لاول اشواط الحيل واول تحديات الحيل ثاني مراكز. فكانت وصايف وحسين بن احمد العديني ثالث الاسماء. هنالك سيد عبيد بن سلمان الدوسري رابعا. هنالك طموح وشعار ماجد بن صالح اليامي خامسا. سيوف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي. تهانينا مشاهدينا الاعزاء.